راسك الهشهودي حبك تن محمد. شباب هذه أنا طبعا مقطعها أوكي، لكنها قهرتني تعرفوا ليه؟ لأنه أنا من كذا طولي أوكي، وأنا اسمي أبو عقيل. يا عيال هذاك اليوم اكتشفت انه هي اسمها باقيل بعد. كلب ولد عمتي تمسخري بي متاخر، يعرفني ما اطيق النوعيات ذي، تروح يدبل لك ان شاء الله. بعدين وش زكان ذا بنت اسمها باقيل؟ خارة ام عقيل تقولي اوكي تمشي، بنت عقيل تمشي، ابو عقيل وش توقع انها ذات تشبه؟ ليس لي علاقة. يلا حيل 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 صف عمرك يا ولد. هي صحيح الصياعة أدب، الصياعة بنت حرام، صياعة ما هي أدب، الصياعة الله يلعنك عليه إن شاء الله. اللي يقول ليش قاعد تسب مالك دخل أول شيء، وثاني شيء قاعد تسيء الناس أوكي.